طيب احنا بنصبح اكيد على كل حضراتكم وبنرحب بيكم في بدايه حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده، هتكون مليانه اخبار وموضوعات تهم كل حضراتكم. اكيد هنتكلم من خلالها عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه سواء من قريب او من بعيد. هيكون عندنا تغطيه طبعا لفروع النادي الاهلي المختلفه، عندنا تغطيه للصحافه الرياضيه واهم ويعني اهم المانشيتات الموجوده في كافه الصحف والمجلات والمواقع الرياضيه المختلفه. كل ده بيكون في الجزء الاول من الحلقه. جزئنا الثاني النهارده هيكون معانا من خلاله فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتعرف من خلالها عن اسمها المواي تاي، هنعرف اكيد كل التفاصيل المتعلقه بيها مع كابتن محمد ابراهيم وهو رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، وكمان اكرام محمد الحاصل على فضيه بطوله العالم في المواي تاي. دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو سعود وحوار عن اهميه الفيتامينز لصحه الرجل والمراه. طيب الرياضه يمكن انا كمان على فكره امبارح يعني لما كنا بنتكلم ان هي هتكون فقره معانا برضو هي رياضه بالنسبه لي كانت جديده، فهنفهم مع حضراتكم طبعا في الفقره الاولى زي ما كريم كان بينوه ايه بالظبط المواي تاي وهل هي في مصر منتشره ولا لا وواصلين فيها لفين. انت عارف ايه عندنا رياضات يا كريم اصلا ما حدش يعرف عنها او مش واخده حيز كبير من الاهتمام او الاعلام كمان التغطيه الاعلاميه صحيح. او الصحفيه. على كل حال خلينا بس نبدا كلامنا لان في صفحه كده لازم نقفلها بقى خلاص ونركز فيما هو قادم. في الاول وفي الاخر يعني احنا عارفين ان اول امبارح كان في يعني احداث ما هياش الافضل، كان في حاجه حصلت وطبعا هو التعادل اللي احنا اتكلمنا عنه ما بين طبعا الاهلي والزمالك، وهذا الماتش او القمه اللي كانت مرتقبه ومنتظره وزي بيتقال كده يعني الناس كلها كانت منتظرها، عشاق الاهلي وعشاق الزمالك في كل انحاء الوطن العربي والعالم مش بس في مصر يعني، اللي يمكن الاهلاويه بعدها برضو كانوا مش في افضل حالاتهم وما كانوش سعداء ابدا وكان عندهم الى حد ما حزن بشكل كبير لان مش دي النتيجه ابدا اللي احنا كنا متوقعينها خصوصا في الشوط الاول. ولكن على كل حال مش هنخش برضو في التفاصيل دي، بس انا عايزه اتكلم في نقطه تانية. انا عايزه اتكلم يا كريم معاك في قصه الديربيز عامه، يعني لو هنروح لاي ديربي في العالم لما بينتهي او بتنتهي المباراه تحديدا بالتعادل بيكون في حاله من الرضا بشكل كبير بين جمهور الفريقين، يعني بغض النظر بقى لما تشوف هنا يعني خليني اديك مثال مثلا نتكلم عن قطبي ميلانو مثلا انتر ميلان واي سي ميلان لما بيبقى في تعادل، دي حصلت كذا مره على فكره، تلاقي بعد كده ما فيش غضب قوي يعني خلاص ما فيش غضب، الاثنين بيكونوا مبسوطين او الى حد ما بيكون في رضا. وديربيز كتيره جدا لو احنا هنتكلم برضو، ف ده اللي انا عايزه بس اوصل ليه ان ده وارد جدا ان هو يحصل في اي مكان في العالم طبعا. بس انت برضو كجمهور نادي معودك على الانتصارات هي دي النقطه اللي بتزعل، وعلى فكره دي نقطه احنا متفاهمينها جدا واعتقد اللعيبه بتوعنا متفاهمينها جدا، ما عندهمش حته ان احنا لا وقفوا في ظهرنا وغيره، احنا كده كده كجماهير وكاعلام وكصحافه واقفين في ظهركم ولكن احنا من حقنا نزعل فاهمني ازاي، بس برضو من حقنا على الصعيد الثاني نبقى فاهمين ان ده بيحصل في العالم كله. هي دي بس النقطة اللي أنا عايزة بقى بعدها إن إحنا نقفل الملف، لأن لحد دلوقتي يا كريم لغاية امبارح بنشوف برضو تعليقات فيها نوع من الروح الانهزامية. أنا معاكم جدا وقلنا الكلام ده، وعلى فكرة أنا صبح امبارح طلعت وقلت نفسك قلت أنا من الناس اللي زعلانة، ولما كانوا بيباركوا لنا امبارح قلنا لا يا جماعة إحنا ما بنقبلش بالتعادل أصلا والكلام ده كله، بس خلاص خلونا ارجوكم نبص اللي بعد كده. وكابتن سامي قمصان امبارح في تصريحاته يا كريم الراجل طلع واعتذر رغم ان انا مش شايف ان هو اثر في حاجه بصراحه، يعني احنا فاهمين الوضع اللي هو فيه دلوقتي وهو يعني زي ما بيتقال يعني قائم بالاعمال بشكل مؤقت، فالراجل بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل لافضل نتيجه، فخلونا نبقى برضو واقفين مع فريقنا، خلونا نبقى برضو بنساند، ما حدش قال ان النتائج مرضيه ولكن اللي احنا برضو ننتقد وغيره ونحاول يبقى عندنا روح انهزاميه مش هتودينا لحاجه يا كريم، دي وجهه نظري لو انت تتفق معايا. هقول لك انا شايف المشكله فين، الظاهر ان ده قدر النادي الاهلي بجماهيره بلعيبته، فكره ان الحفاظ على يعني القمه امر صعب، الوصول للقمه قد يكون مش بالصعوبه قوي لكن الحفاظ والاحتفاظ بيها لفترات زمنيه ونسخ متتاليه من بطولات مختلفه امر اكيد مش سهل، وبطبيعه الحال بيشكل ضغط كبير جدا على اللعيبه وعلى الجماهير طبعاً. وعلى الجهاز الفني، فكره ان انت بتنتمي لنادي بالنسبه له المركز الثاني زي الرابع زي التاسع زي الاخير، لو ما فيش المركز الاول لو ما فيش درع او كاس البطوله يبقى كاننا ما شاركناش في البطوله، دي في حد ذاتها بتشكل ضغط كبير جدا الحقيقه. فربنا يعين اللعيبه والجهاز الفني وكمان يعين الجماهير. احنا وصلنا لدرجه يا حضرات ان الفوز ببطوله الدوري هو امر
طبيعي جدا وعادي جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، زي ما هو طبيعي جدا وعادي جدا لجماهير فرق تانية عالمية زي البايرن أو باريس سان جيرمان وغيرهم. وهنضيف على كده كمان إن عدد مرات الفوز المتتالي للنادي الأهلي على المنافس والغريم التقليدي المباشر ليه اللي هو نادي الزمالك في لقاءات القمة سواء في الدوري أو في إفريقيا برضو خلق نوع من إن ده أمر طبيعي، ولو حصل عكس كده يبقى ده اللي مش طبيعي ويكون في حاجة غلط. يعني على سبيل المثال مسابقة الدوري لوحدها تاريخ مواجهاتهم وصلت ل 124 مواجهة، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 47 مواجهة منهم، وسجل لعيبة النادي الأهلي 157 هدف في مرمى أو في شباك نادي الزمالك، بينما في المقابل انتصر الزمالك في 27 لقاء فقط، وأحرز لعيبة النادي الزمالك في مرمى النادي الأهلي 105 هدف، وحسم التعادل ما بين الفرقتين 50 لقاء. طبعا فرق ملحوظ وكبير في الأرقام، يعني حاجة بتوضح وبتأكد الكلام اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عليه، ودي برضو رسالة بنتوجه بيها للجمهور اللي احنا شخصيا منه. يعني لازم فعلا مش عارف يعني عارفة زي ايه مع الفرق نهوان، زي ما كل مرة مثلا نبقى جايين بنفتح حلقتنا مع حضراتكم وفرحانين جدا بان احنا بنتكلم على انتصار ما اتحقق، تاني يوم نيجي نتكلم اقفل الصفحة ده ملف واتقفل، طب حتى ما لحقناش نفرح، يعني فاهمة ازاي؟ فكل دي حاجات بتشكل اكيد ضغط كبير على جماهير النادي الاهلي في كل مكان. تعالوا بقى نروح، انا بتفق معاك وخلاص، انا وانت عايزين نتفق برضو ان احنا الملف ده عايزين نقفله خلاص، خلينا بقى نركز في اللي جاي. ودلوقتي خلونا نروح للخبر الخاص بالاهلي والمعسكر المغلق خلاص، لان الاهلي هيدخل معسكر مغلق زي ما انت عارف كريم، وهيكون مرانه الاخير كمان. احنا عندنا ماتش غزل المحله، واعتقد يعني ماتش في غايه الاهميه وضمن طبعا منافسات مسابقه الدوري، والمران الاخير هيكون النهارده قبل ما يختار بقى كابتن سامي قمصان التيم زي ما بيتقال او القائمه. وانا متفائله برضو ان شاء الله خير يعني يا كريم، ما فيش مشكله. انا اعتقد ان كابتن سامي برضو كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا عن سلبيات وايجابيات مباراه الزمالك، وكمان اهميه غلق الصفحه دي والتركيز بقى في الخطوات اللي جايه. من ناحيه ثانيه برضو لو احنا هنطمن او نطمن حضراتكم على اليو ديانجو محمد عبد المنعم، في جلسات لتدريبات بدنيه وتاهيل في الجيم كانت يعني خاضوها على هامش طبعا المران الجماعي ده كان للفريق امبارح، فكل التوفيق. انا خلاص من الناس اللي رايحة جدا لنقطة ان كريم خلونا نبص لقدام، يعني بلاش الحزن ياخد وقت طويل معانا ولا الفرح، يعني احنا تعودنا كده دايما ان لا بنفرح بشكل مطول ولا بنحزن بشكل مطول. خلينا نشوف اللي جاي، لسه نقاطنا برضو فيها امل كبير جدا من المؤجلات اللي عندنا. فالدوري باذن الله ان السنه دي او الموسم ده يكون اهلاوي، انا من الناس اللي واخده الحيزه او من الناس المؤمنه بده جدا ان شاء الله. ربنا يسهل الحال ان شاء الله. طيب نروح بقى مع حضراتكم لملف وموضوع مختلف. وقعت شركه استادات الوطنيه للاستثمار الرياضي واداره المنشات الرياضيه برئاسه المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب، وايضا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركه استادات ورئيس مجلس إدارة سيتي كلاب، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف، بصوا بقى حضراتكم الكلام ده في منتهى الأهمية وفي منتهى الجمال والرقي والروعة، لاكتشاف ورعاية المواهب المتواجدة في دور الأيتام المختلفة. بتهدف استادات الوطنية بما لديها من خبرات وكفاءات في مجال اكتشاف ورعاية المواهب، يعني بتتمنى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في يعني تعظيم دورها في الوصول إلى دور رعاية الأيتام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا وفنيا. يعني الحقيقة يعني حاجة في منتهى الإنسانية والاحترام اللي في الدنيا. بتتطلع طبعا استادات الوطنية من خلال التعاون مع الوزارة إلى اكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في جميع الأنشطة الرياضية. طبعا هتستغل بقى في كده الأندية والاستادات التابعة للشركة في المحافظات المختلفة بهدف إفراز عناصر يعني منتقى بمنتهى العناية وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الرياضات وفي شتى المجالات كمان الثقافية والفنية، باعتبار أن رعاية النشء والشباب بصفة خاصة أكيد يعني إلى جانب طبعا بقية المراحل العمرية دي من صميم أهداف وغايات شركة استادات الوطنية. حاجة محترمة جدا لما يكون عندنا شركة بتقوم بال يعني النوع ده من الأدوار الوطنية، بتبني المجتمع وبتساعد فئة يعني إلى حد كبير منسية،
وما ينفعش نسيبهم يعني ونبقى احنا والزمن عليهم، فشيء رائع وراقي وانساني ومحترم الى اقصى الدرجات. المسؤوليه المجتمعيه بتبقى مهمه جدا ان هي تقدم من قبل الجهات المختلفه والشركات المختلفه طبعا. ده بيتم في العالم كله. لما نيجي هنا نتكلم عن المسؤوليه المجتمعيه لشركه استادات، وهي دلوقتي بتركز على زي ما كريم كان بيتكلم اللي هو انا هسميهم الفئات او هو ما يطلق عليهم الفئات الاقل حظا، دي حاجه بتبقى محترمه في نفس الوقت كمان بتتساوى مع قصه هنا ان انت بتبتدي تركز في يعني النهضه بكل مواطن او الاستثمار في البني ادمين اصلا، وفكره برضو ان انت عايز تعمل لو هنتكلم رياضيا تحديدا فكره هنا المشروع القومي للبطل الاولمبي، ده بيبدا من ان انت بتلاقي كوادر او بتتبنى كوادر ملهاش الفرص زي مثلا ناس ماديا او في مستوى معين ان هم يقدروا يحصلوا عليها، فانت هنا بتعمل تكافؤ للفرص. ده صحيح. امر موجود ولازم ان هو يبقى موجود في كل مجتمع، التركيز عليه مؤخرا اللي اصبح عندنا اعتقد شيء في منتهى الاحترام. ف انا بحب جدا اي حاجه او اي زي ما بتقال لمسه فيها نوع من الانسانيه، وده اللي المفروض يتم اصلا، فنتمنى يكون في مزيد من ده. وخليني بقى اروح ويعني اربط كلامك او الكلام انت كنت بتقوله دلوقتي بالخبر اللي معايا بعد كده، لان احنا برضو بنتكلم عن فئه اخرى من الفئات اللي في المجتمع اللي محتاجه اهتمام كبير، واللي يمكن اخذت مؤخرا اهتمام برضو كبير، لكن هي ما زالت برضو في حاجه لاهتمام كبير جدا، وهم ذوي الهمم وقصار القامة تحديدا. احنا استضفناهم كتير. أيوة. بس نورونا. ناس جميلة والله العظيم، ناس جميلة جدا، وحضروا معانا في البرنامج وشفنا قد ايه عندهم مواهب رياضية، وفي منهم ابطال كتير جدا في مختلف الالعاب، وقدروا ان هم يعني يحصلوا على ميداليات ويرفعوا اسم مصر، ولهم كل الدعم بصراحة بيستحقوه والاشادة، ده لازم نقوله. هنروح نشوف هذا التقرير لكرة القدم، ويعني لفريقين كرة قدم ودية، وبينهم طبعا لقصار القامة تحديدا مع منتخبي هنا القاهرة والإسكندرية. خلينا نتابع ونرجع مع حضراتكم يعني نعلق كده على هذه المشاهد اللي هتكون أكثر من رائعة. تفضل. هنخلي الالعاب تلعب، يعني الاقزام تلعب كل الالعاب في كل المحافظات وتحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وفي البرلمانيه ان شاء الله، واحنا استعدينا ليها من حوالي شهرين ثلاثه، وطبعا ان شاء الله باذن الله ده هيبقى على ضوء ان هنعمل حاجه اسمها الاتحاد المصري لرياضات الاقزام باذن الله في المستقبل. يعني فئه الاقزام اساسا كانت فئه مهمشه، ليس لها تصنيف زي والحاجات الخاصه هو المعاقين، فدخلوا الماده 81 من الدستور شملت الجميع، الاقزام دلوقتي كانوا فئه مش غير مهمشه زيهم اي حد ياخدوا 5%، فبدانا بقى نشوف هم عايزين ايه ونظهرهم للمجتمع. اول حاجه عملناها تحت قياده الاستاذ معصوم مشحات رئيس الجمعيه فريق منتخب اسكندريه والقاهره ودمياط. هو في الماتش الاولاني هم اللي كسبوا، واحنا متعودين دايما نلعب والموضوع ده بيتكرر كل فتره كده، وكذا مره هم جم عندنا اسكندريه بيلعبوا عندنا في كذا نادي، واحنا المره دي هم مستضيفينا وبيبقى يوم جميل والحمد لله يعني كلنا فريق واحد يعني اسره مع بعضين. هو الحدث ده مش اول مره، احنا بقى لنا سنين بنتدرب ويعني وحلمنا بمعنى اصح يبقى في دوري وكاس، ونشدنا لجنه البرلمبيه وان شاء الله قريب هتعمل لجنه خاصه بينا بالاقزام، هيكون فيها جميع الالعاب وتكون فيها مسابقات لجميع الالعاب كمان لقصار القامه فقط، نفصلهم عن باك عن العقل الحركي زي يوم زي الصم زي يوم زي الذهني، يبقى لينا احنا اتحاد لينا احنا او لجنه لينا احنا برياضاتنا احنا. اي بيت عنده طفل فيه حاجه ناقصه بيبقى ماساه، ويبقى الام والاب يعني معاه، بس بنقول للناس دي اوعى تهتم، انت نفسيتك قويه وانت ذا الهمم، احنا بنكلمك بنقول عليك ذات همم يعني حاجه كبيره. انا اعتبر واحد من انكسار القامه، ما كان الموضوع ده اداني جمال او اداني شهره، خلاني بقيت طفل معجزه احمد فرحات،
وخلاني اتباهى بنفسي. الحمد لله يعني كل الفضل يرجع لربنا اولا، واحنا اللي كسبنا المباراه الاولى، المباراه الثانيه لحد دلوقتي احنا برضو اللي كسبين الحمد لله يعني. احنا الحمد لله عندنا مهاره وعندنا لعيبه وقادرين على اي مواجهه بين اي منتخب في مصر كلها نقدر نواجهه ونكسب ان شاء الله. الحمد لله وفزنا على اول مباراه على منتخب اسكندريه، المباراه الثانيه ما زالت فيها قمه واثاره برضو، لحد الان متعادلين برضو، بس ان شاء الله برضو المكسب لينا باذن الله. كنت بقى بلعب مع اصحابي كده كلهم بقى، وكنا احنا في سن لسه صغير كله كان بيبقى قد بقى، هم كبروا وانا بقيت الملعب معاهم بقى، وسموني بقى الواد ده عالمي وبيعرف يلعب كوره ومش عارف في كده، بس جت من الاسم ده من العالمي. اولا حضرتك احنا يعني اول فرقه في الشرق الاوسط والشرق وفي الدول العربيه اللي اسسنا فريق لقصار القمه، الكلام ده سنه 2016 يعني من 6 سنين، الدول العربيه دي بدات بعدينا. فالحمد لله كنت انا ليا الشرف ان انا اسست الفرقه بعد ما جبنا اللعيبه من على القهاوي والكلام ده كله، وبدانا نتمرن الكلام ده كله. فعلا الموضوع ان احنا بنصرف بالجهود الذاتيه، منتظرين ان اتحاد رياضات الاقزام يتشهر، مستنيين ان اللجنه البرلمانيه يعملوا لنا دوري لقصار القمه في جميع الانديه. طب هم وعدونا اخيرا الحمد لله وعدونا بالكلام ده كله. انا بعمل لهم كل حاجه لان انا بعتبرهم اولادي، يعني قبل اي حاجه انا بعتبرهم اولادي واخواتي الصغيرين، ما فيش اي مشكله يعني، انا مش متضايقه حاجه زي كده، ببقى فرحانه جدا بكده. اللي شفناه ده شيء جميل وراقي ومحترم جدا، والحقيقه يعني ده مش تفضل، ده اقل واجب تجاههم، ودي ابسط حقوقهم. وبالمناسبه مش لازم بس الكيانات الرياضيه او المنابر الثقافيه او ايا كان هي اللي تتعامل، احنا كمان كاشخاص كافراد في المجتمع كل واحد فينا لازم لو في ايده يدعم باي شكل من الاشكال، ما ينفعش ان هو يتاخر عن هذا الامر. انا بتفق معاك جدا يا كريم بصراحه، وهنرجع نقول تاني مفيش اعاقه غير في فكره ان انت تقنع نفسك ان انت مش كفايه، او تقنع نفسك ان انت ما تقدرش، هي دي الاعاقه الوحيده. مهما كانت عندك مشكله جسديه، مهما كان عندك اي شيء، كون ان انت عندك المايند سيت ان انا ما اقدرش اعمل حاجه خلاص مش هتعمل. لكن لو عندك مهما كنت بتمر من ازمات او ابتلاءات زي ما بيتقال، لو انت مقتنع انك تقدر توصل يا كريم هتوصل. انا مؤمنه بده جدا، لان انا شفت نماذج كتيره، وده اللي احنا حتى سمعناه من ضيوفنا لما كانوا بيجوا عندنا، طبعا كلام يعني مش هقول اعاقات مختلفه، ولكن يعني بتحديات مختلفه. كنا بنسمع منهم قد ايه الرحله كانت من واحد يعني ما عندوش ثقه في نفسه تماما، لواحد بعد كده بالتدريج وبالثقه اللي بيكتسبها وبالنجاحات اللي بيحققها، ان هو بقى شايف نفسه حد ما عندوش اي مشكله، وهو ده الصح. فان شاء الله قريب هيجوا معانا على فكره برضو، فهنعمل فقره خاصه أكيد ونسمع منهم اكتر. أكيد يعني الحقيقه كمان برضو من الحاجات الجميله اللي شفناها في التقرير ده، ان احنا نشوف الفنان احمد فرحات اللي برضو كان لطيف جدا منه ان هو يكون موجود ويدعم اللعيبه. طبعا ده كان طفل السينما المصريه المعجزه في وقت من الاوقات. طبعا كان ضيف معانا على فكره برضو هنا في 10 الصبح في الاهلي يمكن من سنه، انا فاكره هو نورنا واتكلمنا بقى في الذكريات وكل حاجه، ولسه شكله والله يعني ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما بدهاش يلا ما بدهاش يلا نطلع فاصل يا حضرات ونرجع نكمل. طيب نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلينا نروح لمقر جريده البوابه نيوز تحديدا مع مراسلتنا مريم سميح عشان نعرف منها اهم الاخبار في الصحف والمواقع زي ما احنا طبعا متعودين. مريم صباح الخير عليكي، وبنصبح على كل السادة المشاهدين مرة تانية وسامعينك كلنا، تفضلي. بصبح عليك يا نهواندا، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا معانا عدة عناوين بارزة صادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر البوابة نيوز، والبداية من بوابة أخبار اليوم: اختيار الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، أزمة كل موسم في الكرة المصرية. الحقيقة أن الكرة المصرية بتواجه أزمة كبيرة جدا، يمكن بقالها أكثر من موسم أو على يعني مدار السنوات الماضية، وده طبعا بسبب فكرة تأخر اختيار الأندية اللي بتشارك في البطولات الإفريقية. ده طبعا بسبب تأخر موعد انتهاء الدوري المصري كل عام، وده الحقيقة أن يعني تحدثت فيه أو تناقشت فيه رابطة الأندية المصرية، ودايما كان بيطلب اتحاد الكرة من الاتحاد الإفريقي مهلة لحين انتهاء مسابقة الدوري واختيار الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وعلى أساس أن تقوم اللجنة المؤقتة للجبلية العام الماضي بتحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لآخر يوم حدد الاتحاد الافريقي، وهو ما تسبب في ازمه. وطبعا زي ما احنا شفنا الموسم الماضي اعتراض بعض الانديه وعلى راسهم سموحه الذي لم يتاهل رغم انهاء الدوري في المركز الرابع،
وعقب تحديد رابطة الأندية المصرية المحترفة معايير اختيار الأندية بناء على اتفاق مسبق بين الرابطة والأندية، كما أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية في تصريحات سابقة قبل أن يكشف موعد إرسال أسماء الأندية للكاف يوم 30 من يونيو الجاري. ومنذ أيام قليلة احتفل فريق فيوتشر بتأهله للكونفدرالية بناء على تصريحات رئيس رابطة الأندية، وذلك بعد أن احتل الصاعد حديثا الممتاز المركز الرابع بجدول المسابقة ويسبقه كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك. وخلال الساعات الأخيرة أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن الموعد الأخير لاستلام أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية هيكون يوم 31 يوليو المقبل. ويمكن يعني تقرير بوابة أخبار اليوم طرح سؤال الحقيقة في غاية الأهمية، وهو هل تعتمد رابطة الأندية قرارها باختيار الأندية في 30 يونيو الجاري على الرغم من عدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز في الموعد المحدد، أو أن هي هيتأخر موعد انتهائها، أم ستمنح الأندية مهلة جديدة حتى 31 يوليو لا سيما وأن جدول الترتيب قد يتغير كثيرا خلال الشهر المقبل، إلا أن هذا القرار سيصدم فريق فيوتشر خاصة وأن لها لم يصل أي خطاب رسمي سواء من الرابطة أو من الاتحاد المصري لكرة القدم. ويمكن كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية قد أعلن بشكل رسمي عن فكرة اختيار الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية وكان 30 يونيو الجاري. فيعني لسه مش عارفين إذا كان سيحصل تغيير أو سيحدث تغيير في هذا الموعد، أم يعني هيكون باختيار الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية في الموعد المحدد. ومن البوابة سبورت، وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمطار القاهرة الدولي. استقبل طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمكن منذ ساعات قليلة جدا أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عام، واللي طبعا استضافتها المكسيك في الفترة من 10 وحتى 19 يونيو الجاري. وفور وصولهم طبعا قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رفع الأثقال بعد اعتلاء منصات التتويج. الحقيقة يعني رفعوا رأسنا وحققوا نتائج كبيرة جدا وهائلة جدا في هذه المسابقة أو هذا المشروع، وصنع الفارق لمشاركتهم ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بحضور طبعا الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدكتور محمد معاون الوزير لرياضة البطولة، وأيضا الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة، والكابتن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال، والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للبعثة. والحقيقة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمكن كان ليه عدد من التصريحات الصحفية عقب يعني تحقيق هذه النتائج، وتحديدا كمان عقب استقبال هؤلاء الأبطال، ويعني يمكن شايف أن هيكون في أجيال قادمة ورائعة في مجال رفع الأثقال، والحقيقة أن هو يعني أشاد بيهم إشادة كبيرة جدا. وكمان يمكن نتكلم عن فكرة دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية وأعداد هؤلاء الأبطال خلال المرحلة المقبلة. ومن موقع اليوم السابع، أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، نيمار بالصدارة. يتصدر البرازيلي طبعا نيمار نجم باريس سان جيرمان قائمة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم ب 222 مليون يورو بعد انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في عام 2017 وتحديدا في الميركاتو الصيفي 2017. ومع فتح باب الانتقالات الصيفية أو الميركاتو الجديد لصيف 2022 يمكن اليوم السابع بيستعرض قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم على النحو التالي. يمكن أكيد زي ما احنا قلنا في البداية نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان ب 222 مليون يورو، ومبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان ب 180 مليون يورو، ودامبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة ب 140 مليون يورو، ودامبلي أو كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة 135 مليون يورو، وفيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد ب 127 مليون يورو، وجريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة 120 مليون يورو، وجريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي 117 مليون يورو، أما كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس ب 117 مليون يورو، ولوكاكو من إنتر ميلان لتشيلسي 115 مليون يورو، وأخيرا هازارد من تشيلسي لريال مدريد 115 مليون يورو أيضا.
وأخيرا من الرياضية، برشلونة تسجن إيتو 22 شهر. أصدرت محكمة في مدينة برشلونة أمس حكما بسجن كاميروني سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم برشلونة السابق، حكم يعني يمكن بيبلغ 22 شهر مع وقف التنفيذ بعد ثبوت تورطه بالتهرب من 3.86 مليون يورو لمصلحة الضرائب خلال فترة لعبه في أسبانيا. ويمكن صحيفة سبورت يعني اتكلمت أو تحدثت عن هذا التقرير أو هذه الواقعة، لأن مهاجم برشلونة أو سامويل إيتو الحقيقة أنه يعني اعترف بارتكابه المخالفة، ولكن يمكن أصدر الاتهام أو أسند الاتهام لوكيل أعماله السابق ماسيلاس طبعا. وكانت التهمة الموجهة لإيتو مرتبطة بعدم الإفصاح عن حقوق يعني صوره لشركة بوما وبرشلونة وإقراراته الضريبية الشخصية ما بين 2006 حتى 2009. وذكر إيتو طبعا في تصريح أنه سيدفع المبلغ المطلوب، لكنه مع ذلك أصر على تحميل المسؤولية كاملة لوكيل أعماله السابق، ده طبعا يعني اللي كان بيعده بمنزلة والده. وقال لقد كان بمنزلة والدي الذي يرعاني عندما كنت صغيرا، سأدفع ما علي من التزامات لكني كنت يعني أدي ما علي وما أفعل ما يقول لي والدي، وسيدفع إيتو إضافة إلى المبلغ المذكور في التقرير 1.81 مليون يورو على سبيل الغرامة. وسيدفع أيضا يمكن بعد ما أسند لي التهمة سيدفع أيضا وكيل أعماله السابق ماسيلاس 942 يورو. دي كانت أخبارنا الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. تغطية رائعة منك يعني كالعادة بجد يا مريم، شكرا ليكي جدا، نشكرك عليها. نتكلم عن فوائد التمارين الرياضية لصحة الجسم في الفيديو جراف ده ونرجع نكمل. طيب هنختم بقى مع حضراتكم الجزء الاول من حلقتنا النهارده بتقرير هنتعلم من خلاله او هنتعرف من خلاله على مجموعه من التمارين العامه المتعلقه باللياقه البدنيه، كلنا نقدر ننفذها في اشغالنا وحتى في البيوت لو ما كناش قادرين نروح جيم او اي نادي رياضي مختلف. هنشوف معاكم كابتن حسام الفيل مدرب اللياقه البدنيه في النادي الاهلي بالشيخ زايد، وهنطلع بعديها فاصل. نطلع فاصل يلا. بمناسبه التمرينات اللي هي بنعرضها لحضراتكم، الحاجات اللي هي اصلا اونلاين اللي ابتدت مع وقت الكوفيد يا كريم تحديدا ان هي تنتشر بشكل اكبر. صحيح. بتهيألي مع الطفره دي مفيش حد ممكن ان هو يبقى عنده عذر ان هو ما يتمرنش. اه والله، يعني الاول كنا نقعد نقول الحاله الماديه ما عندناش وقت بنكسل بتاع، انت ممكن وانت في اوضه نومك شوف لغايه ايه لو عندك بس مساحه صغيره تقدر تمارس رياضه بشكل كانك بتروح الجيم. صح. وده ممكن يتم حتى لو على سبيل ربع او نص ساعه يوميا يبقى كده هايل. صحيح. ولو اربع ايام كمان مش لازم الاسبوع كله، فلو احنا عملناها عاده هتفرق بشكل كبير. على فكره انا بقول لحضراتكم نصيحه عن تجربه مش لو طالع بزايد يعني ده بجد، فالتمرينات بتفرق جدا جدا كمان في الصحه النفسيه، وده او اعتقد ده ملف لازم ان احنا كمان نتكلم طبعا فيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. هيبقى معانا ملفات مختلفه هنكلم مع حضراتكم فيها يعني بس كده. ومن هنا بتبرز اهميه النوع ده تحديدا من التقارير. هنسيب حضراتكم معاه ونطلع فاصل ونرجع عشان نبتدي معاكم اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. أفضل استثمار لصحتك هي الرياضة، عشان كده ممارستك للرياضة بشكل مستمر وبشكل دائم ده اللي هيخليك تنمو بشكل صحي ويكون جسمك صحيا وبدنيا ونفسيا أفضل بكتير. كمان هيساعدك اللي انت تقدر تمارس نشاطك اليومي بشكل أفضل كتير من غير ما تحس بأي تعب أو أي مجهود. كمان هيحميك من كتير من الأمراض والمشاكل الصحية
ومن اكثرها زياده الوزن والسمنه. فدايما اللي احنا نشجع بعض اللي احنا نمارس دايما الرياضه بشكل منتظم. لو انت توفر لنفسك 30 دقيقه في يومك اللي انت تقدر تعمل فيهم تمارين تناسبك وتناسب مستواك الصحي، وتفضل تزود فيها بالتدريج كل فتره، وكل ده هيساعدك اكتر ان انت تكون بشكل صحي وشكل ايه وجسم كويس. كلنا عايزين نكون جسمنا شكله كويس وبطننا مشدوده ونكون بشكل لائق. فده بجانب التمارين اللي انت بتعملها، لازم انت برضه تهتم بالاكل بتاعك واللي انت تخليه باكل ايه اكلك صحي، وتهتم بالخضروات والفواكه اللي انت بتدخل كل جسمك العناصر الغذائيه. النهارده هنعمل مجموعه من التمارين مع بعض، بس قبل ما نبدا تماريننا دايما متعودين ان احنا بنسخن جسمنا كويس جدا عشان نتفادى اي اصابات. هنبدا الاول بالذراع لقدام، سخن 5 عدات لقدام، بعد كده للورا، افرد دراعي جامد، بعد كده للجنب، نعمل ارم سوينج لقدام ولورا الدراع، وظهرك مفرود. ابدا على بايدي فوق، ممكن اجي يمين مره يمين مره شمال عشان اسخن الجسم كويس. الرجلين برضو لو ممكن تسند على اي حاجه، لو مش قادر اللي انت تعملها بايدك وانت جسمك مفروض كده، ممكن تخلي ايدك مسند على اي حاجه. برضو الناحيه الثانيه، رجلي لقدام، برضو ممكن استخدم اي مساعده واطلع على مشط رجلي. وبكده نكون سخننا جسمنا كله. هنبدا دلوقتي مع بعض بقى التمرين للجسم كله. ابدا باول تمرين هنشغل بيه عضلات رجلينا كلنا، اللي هي بتدينا القوه للرجلين كلها، ودايما طول ما انت عندك رجليك قويه هتحمي مفصل الركبه بتاعتك من اي اصابه. هعمل تمرين سكوات مع بعض، اخلي رجليا بمستوى كتفي، مشط رجلي لبره سنه، وابدا ازق وسط الورا وظهري مفرود. باخد نفس وانا بنزل، بطلع النفس فوق. هنعمل مع بعض 10 عدات. لو مش بتقدر تعمل نفس البوزيشن ده ممكن تستخدمه على كرسي، يعني تعمل السكوات على وضع الكرسي لو انت لسه مبتدئ. هنبدا 10 عدات. 1 2 3 4 5، ظهري مفرود، 6 7. نكمل 10 عدات وناخد ريست. هندخل كمان تمرين للرجلين برضو، بثبت رجليا كده، بعمل ريفرس لانجز، برجع برجليا لورا، بس ما نخليش رجليا تلمس الارض، ركبتي ما تلمس الارض، وظهري مفرود. وابدل الناحيه الثانيه، هنعمل 10 عدات، خلي ظهرك مفرود، 1 2. ممكن تستخدم في التمرين ده برضو وزن اللي انت بتزود المقاومه بتاعتك، 3 4 5 6 7 8 9 10. وناخد ريست، نشرب ميه ونبدا تمرين تمام بقى للجزء العلوي. كتير مننا عنده بيشتكي من مشاكل دايما في الظهر بسبب الحركه الكتير، وقفته كتير في الشارع، او كمان لو قعدته كتير على الكمبيوتر، استخدموا الاجهزه الالكترونيه بشكل كبير جدا، ده بيأثر كمان على فقرات الظهر بتاعته، وبيحس بالام دايما في اللور باك بتاعه، في اسفل الظهر بتاعه. فالتمرين ده هيساعدك اللي هو يقلل من الالم دي اللي بتحصل لك. هنزل على وشي كده، افرد دراعي الاثنين قدام، هبدا اطلع بدراعي ورجلي مع بعض بس عكس بعض، هبدا بالرجل ايديا الشمال مع رجلي اليمين، 1 2 3 4، افرد رجلي فوق، 5 6 7 8 9 10. عملنا 10 عدات، وبعد كده ناخد ريست. هنعمل تمرين كمان بقى عشان يقوي عضلات الدراعات بتاعتنا والشولدر بتاعنا، ريليز هاند بوش اب. في وضعيه البوش اب ببدا انزل واطلع بدايه وازق تاني، ابوش لفوق وانزل بالراحه. هنعمل 5 عدات مع بعض، يلا بينا. 1، خلي ظهرك مفرود، 2 3 4، اخر عده 5. هندخل كمان تمرين عشان عضلات البطن بتاعتنا، ونقوي عضلات البطن وعضلات الكور بتاعتنا، تمرين كرانشز. خلي ظهرك مفرود وانا بطلع، دايما كاني ببص على حاجه فوق، بطلع النفس وانا بطلع، دايما احرك، اخلي الحركه بسيطه عشان استفاد من التمرين اكتر.
النفس بتاعك شغال وانا بطلع بطلع النفس باخد نفس وانا بنزل. هنعمل مع بعض 10 عدات، 1 2 3 ركز على النفس بتاعك، 4 5 6 ونكمل لغاية 10 عدات. هاخد تمرين اخير كمان للعضلات الجانبية، هعمل سايد بلانك، اخلي ظهرك مشدود، مفروض بطنك مشدودة، اتأكد ان انا على لاين واحد، ونحاول نثبت من 20 لـ30 ثانية. ابدأ ازود كل اسبوع واشتغل على الجنبين، اخلص 20 ثانية على اليمين وبعد كده ايه اسويتش الناحية التانية. وبكده يبقى عملنا مجموعة تمارين شغلنا بيها عضلات الجسم بتاعتنا كلها. اهم حاجة اللي انا عايزك تتمنى اللي انت تكمل تستمر في ممارستك للرياضة، وكمان اللي انت تظبط الاكل بتاعك، دخل الاكلات اللي احنا قلنا عليها الاكل الصحي، نحاول نتجنب الاكلات الخارجية كتير، لان دي هي اللي بتسبب من اكتر المشاكل الصحية عندنا هي زيادة الوزن، واللي بيخليك نفسيا مش كويس. اهم حاجة نحاول نحافظ على التمارين دي، ونحاول نغير التمارين كل فترة عشان جسمنا ما يتعودش عليها. بجانب الاكل بتاعنا هنفضل هنبقى عايشين في حياه صحيه اكتر، وخلي دايما صحتك هي اغلى حاجه عندك. خلي الرياضه بالنسبه لك لايف ستايل، مش بس فتره اللي انا بعملها عشان اخس او انا ازيد في الوزن، لا خليها لايف ستايل بالنسبه لك. اتمنى تكون التمارين والنصائح اللي احنا قدمناها لكم استفدتوا منها، ونشوفكم في حلقات تانيه جديده. اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه دايما بنسعد وبنفخر بكل ابطالنا وبطلاتنا في مختلف الالعاب الرياضيه، والحقيقه يعني ان منتخب المواي تاي المصري عمل نتائج مبهره بحصده 6 ميداليات متنوعه، عباره عن 2 ذهب و2 فضة و2 برونز، وده كله في اول مشاركه ليهم على الاطلاق في بطوله العالم لهذه الرياضه. كمان ان شاء الله جدير بالذكر ان احنا هنشارك في بطوله العالم المقبله باذن الله، ودي هتكون في شهر اغسطس القادم. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل ابتداء من تعريف حضراتكم، او اللي من حضراتكم مش عارف كتير من التفاصيل المتعلقه بهذه الرياضه، هنتعرف عليها مع ضيوفنا اللي منورينا. كابتن محمد ابراهيم هو رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، وكمان منورانا اكرام محمد الحاصله على فضية بطولة العالم. صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم ومليون مبروك. صباح الخير. صباح النور. يعني احنا طبعا سعداء بيكم، لان دي اول مره نستضيف حد، وهذه الرياضه مواي تاي اللي زي ما كريم قال احنا هنبدا معاكم ان احنا نفهم ايه هي رياضه المواي تاي في الاول. وانا عارفه ان هي دخلت مصر 2004، الاتحاد اسس تقريبا 2020، ففي برضو جاب كبيره وتفاصيل كتيره. خلينا نبدا من ايه المواي تاي اصلا. اولا يعني سعيد ان انا اكون موجود النهارده في قناه الاهلي مع الاعلام المتميز استاذ كريم كوجك والاستاذ نهوان. سعداء بس عايزين نستاذنك بس سعداء جدا بشكل اول يعني. اتفضل. وسعداء اكثر بالقائكم الضوء على رياضه المواي تاي، الرياضه الممتعه التي يعني اسعدت قلوبنا وقلوب المصريين. رياضه المواي تاي رياضه من اجمل فنون الدفاع عن النفس، رياضه تايلانديه، وحصل على الاعتراف الاولمبي الكامل في اخر جلسه من جلسات اللجنه الاولمبيه الدوليه، واستطاع اولادنا وبناتنا تحقيق ميداليات متنوعه في بطوله العالم اللي فاتت، اللي قامت في الفتره ما بين 26 الى 5 يونيو في ابو ظبي. حققت بطلات مصر وابطال مصر 2 ذهبيتين و2 فضيتين و2 برونزيتين، والحمد لله تم عزف نشيد الوطني المصري لاول مره في بطوله العالم 2 متكررتين خلال مشاركة لاعبينا، وخلال مشاركة 64 دولة و1000 لاعب، وبنفتخر بيهم وبنفتخر ان احنا المصريين قدرنا ان احنا نوصل للانجاز دون في اول مرة، ونحصل على ترتيب عام. الحمد لله رب العالمين. حاجة مختارة. امال لما نتواجدك بقى في بطولات العالم هنعمل ايه لما ده بيحصل في اول مشاركة ليك؟ صحيح. الحمد لله احنا يعني ثقتنا كبيره، وفي ظل القياده الرشيده لوزاره الشباب والرياضه بقياده الدكتور اشرف صبحي وكل القائمين على وزاره الشباب والرياضه اللي قدموا لنا الدعم اللازم، وكانوا خير العون والدعم للفريق المصري اللي شارك. نشكرهم على مساعدتهم ومساندتهم لرياضه المواي تاي والوقوف لجانبها جانب الى جانب، والدفع بيها للاعبيننا الى الامام، اللي قدر ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا في فتره وجيزه
نحط بلدنا الحبيبة على خريطة الماي تاي، إن مصر أم الدنيا وفوق الدنيا كلها، إن اللاعبين المصريين فعلا بسواعدهم وبقلوبهم قدروا إن هم يحققوا الحلم إن إحنا نشوف علم ده بلدنا بيترفع عاليا خفاقا في مع كل دول العالم المتقدمة، بل قدرنا نتغلب عليهم في بعض الأوزان ونكون أول عالم. كان صراحة حلم من أحلامي إن أنا أشوف بلدي موجودة على منصة التتويج العالمية، وأشوف أبنائي وبناتي بيتوجوا على أعلى المنصات العالمية، بس الصراحة ما كنتش متخيل النتيجة هتكون سريعة. فالحمد لله رب العالمين، أشكر كل القائمين على الرياضة المصرية، وأشكر الفريق الفني، المنتخب، المدربين. لو احنا عايزين نشكرك برضو كابتن محمد، ليك دور كبير جدا. بس انا عندي ملحوظه، حضرتك هادي ورايق جدا مع ان الرياضه عنيفه. في تناقض ولا ده بالعكس عشان هي رياضه عنيفه فبتخرج؟ لا ده انا كده اهدى من كده كمان. لا 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 معقوله؟ لا مش يعني كمان يعني في الاجتماعات اللي حضرتك بس بتدعو ليها في الاتحاد بيبقى يعني صوتك كمان اهدى من كده؟ لا يا فندم، انا اصلا كمان من النوع اللي بيشتغل مش متحدث كمان يعني مش بس ما شاء الله. هقول لحضرتك على حاجه والله دي ميزه فيك، يعني لو الواحد حتى متعصب او عنده كلامه مع حضرتك بتهدي، يعني انا كان بجد دي حاجه حلوه والله. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم. طب مش حظنا هيبقى عامل ازاي مع اكرام؟ يا ترى نفس الهدوء ولا ايه؟ انت ايه ظروفك يا اكرام؟ واضح ان اكرام خالص. اكرام قولي لنا، ابتديتي عندك كام سنه واشمعنى المواي تاي اصلا؟ يعني عرفتيها ازاي؟ عرفتي عنها ازاي اصلا؟ احب اوجه السؤال ده لكابتن محمد. لا انا عايزك انت اللي تجاوبي، انا اللي بوجه. لا جاوبيني. هو انا كنت بلعب فتنس وكده، تمام. انا من صغري من انا ثالثه ابتدائي بلعب رياضه وكده. اوكي. فحبيتها ان هي فيها عنف شويه، فطلعت جربت، طلعت في 2019 بطوله العرب. انا كنت طالعه قلقانه وكان اول مره اشارك اصلا في بطوله دوليه، كانت اول بطوله دوليه ليا. اول ماتش كان قلبي دوم 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 كده قبل ما اطلع. طبعا. هو طلعت اول ماتش لعبت مع الاردن وقعدت قضيه، وبعد كده لعبت مع المغرب، وبعد كده كسبت الحمد لله، وبعد كده تاني يوم لعبت مع تونس واخدت اول. كانت فرحتي باول ميداليه دي جبتها غير اي ميداليه تانية. بس انت رياضه من 3 سنين، المواي تاي تحديدا كام سنه؟ انت ناسيه ولا ايه؟ 10 سنين. كانت كام سنه يا كابتن محمد لما ابتدت في المواي تاي؟ هي اكرام ما شاء الله عليها بطله، كمان المقاومات بتاعتها في الرياضه ما شاء الله اطرافها طويله. كمان اكرام شجاعه ما شاء الله عليها، بتقدر تنافس في الالعاب التنافسيه كويس. هي اكرام موجوده معنا في المواي تاي بقى لها حوالي 5 سنين دلوقتي، بس حققت انجاز جميل، او هي ابتدت الانجاز اصلا، عندها حماس مش موجود عند الرجاله. حلو حلو. عندها حماس ووطنيه، وحتى لما تشوفي والنشيد الوطني بيتعزف وهي بتقول بلادي بلادي وصوتها مغطي على المذيعين و لا هي اكرام كاريزما جامده قوي الصراحه. انتوا عاملين شغل عالي واضح. واحنا مش داريانين. حجم يعني مش عايز اقول حتى الاقبال، لان انا عايز اسالك سؤال معكوس، حجم معرفه او مدى معرفه الناس بالرياضه دي، اكيد حضرتك بتبقى لامس هذا الامر. ان الرياضه ابتدت تتعرف كويس، او ان هي لسه شويه محتاجه ان احنا نعرفها اكتر للناس. فاحنا واصلين فين في الرياضه دي شعبيه كانتشار؟ يعني حضرتك السوشيال ميديا ما خليتش في حاجة مش معروفة، والنهاردة الرياضة ذات نفسها زي ما الملابس ليها موضة، هي الرياضة ليها موضة. يعني احنا كنا نشوف في الستينات والسبعينات كان البوكس الناس بتدور عليه ومتواجد، ابتدت السبعينات والثمانينات الكاراتيه والجاكيشان تمام. ابتدى بقى دلوقتي الناس بتنتقل للمواي تاي والرياضة اللي هو الميكس مارشال ارتس والجيجيتسو. فدي طالعه رياضات كل الجيل الجديد بيدور على الرياضات الجديده دي، يعني دي الاحدث في الرياضات اللي ليها علاقه بالفنون القتاليه. الشباب دايما بيدور على الاحدث. كل ما يكون رياضه غير متوفر فيها مدربين الناس بتلجأ ليها اكتر.
والضوارب. طب هي هنا احدث في ايه؟ مختلفه عن بقيه الرياضات القتاليه او الفنون القتاليه، مختلفه عنهم في ايه؟ المواي تاي مختلفه عنهم في ايه؟ في تقنيات الدفاع عن النفس، في القوانين، طريقه احتساب الضربات، طريقه ممارستها على الحلبه ازاي، طريقه قوانينها، ادوات السلامه، كل ده مختلف. طيب لو احنا بنتكلم عايزين نوسع القاعده بتاعه الابطال فيها او المشاركين فيها، وبعد ما احنا كمان عملنا الاتحاد في 2020، فطبيعي ان يبقى في دعم كمان بيحصل من قبل الاتحاد وغيره، كلمنا ازاي برضو كابتن محمد هتحقق ده على الارض؟ والله احنا على قد ما بنقدر بنسعى ان احنا نتجه ناحيه المحافظات كويس، وان احنا نقدر نوصل للمحافظات واللاعبين المحافظات. السنه دي ان شاء الله عندنا خطه النشاط بتاعتنا ان احنا نقدر ننظم اكتر من بطوله في محافظات مختلفه بحيث ان احنا ننتشر. حلو حلو. طب اكرام بقى، يعني عايزين نسمع منك اكتر يا اكرام، سمعينا كده يعني تجربتك مع الماي تاي واصعب او البدايه. ده انا حسدتك ولا ايه يا استاذ محمد؟ ده شكلي حسدتك. ده مفعولي سريع. والله انا مش كده على فكره، والله انا ما كده. فكلمينا انت، كان كابتن محمد بيحكي لنا ان انت كنت وش السعد اصلا عليهم كمان، حصدتي او جبتي بطوله وجبتي ميداليه، ومن ساعتها والميداليات زي ما بتقال بتيجي. فخلينا اسمع منك اصلا التحدي برضو كان ازاي، فكره انك تاهلي نفسك لده. يعني هو التاهيل كان بالنسبه لي صعب، ان انا لعبت في ميزان ما لعبتش فيه قبل كده. انا كنت 73. لا كملي. ونزلت لل 60، نزلت 60 كيلو، نزلت لل 60 كيلو، فنزلت 10 كيلو في شهر. فكان بالنسبه لي 10 كيلو في شهر. فكان بالنسبه لي دي اصلا تخسيس بطوله لوحديها غير البطوله اصلا. ده برافو عليكي يعني. بس نزلتي بشكل صحي طبعا. جري بقى كل يوم، كنت بجري ساعه اوكي، وغير التمرين بالليل. فكان بهدله بالنسبه لي يعني. فالحمد لله لما سافرت 63، فكنت كل يوم كان في لعبه وميزان، فكان كل يوم اخسس 3 كيلو. الله، لا بس ده غريب قوي. فكان بالنسبه انا طولي 175، فاني انا اجيب ال 60 ده كان بالنسبه لي معجزه. انت كان وزنك كام وقتها اصلا؟ ثلاثة. لا انا كان قبل ما اخسس، قبل خالص. 63 كنت 73. 73 ده الطبيعي يعني. وطولك 175. اوكي. فلما خسست ال 60 كنت كل يوم، كنت كل يوم ابقى 63، وكل يوم اخسس ال 3 كيلو. فان انت تخسسي الساعه 7 الصبح وتلعبي 4 اخر النهار، ده كان بالنسبه لي كل يوم اخس 3 كيلو. ده حلم عند ناس كتير على فكره. يعني اللي انت بتتكلمي فيه ببساطه ده حاجه الناس بتتمناها. ازاي استاذ محمد عندها كاريزما وحماس؟ قلت لحضرتك حماس ايه ده كده؟ ده لو ما اكلتش خالص مش هتخس 3 كيلو. اللي حصل كانت المسابقه دي كان اعلى وزن موجود للفتيات فيه كان 60. انا معلش، انا اسف، يؤسفني ان انا اقطع حضرتك، بس لو تسمح لنا نطلع فاصل سريع، لازم نطلعه حالا ونرجع انطلاقا من النقطه دي هنكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع استاذ محمد ومع اكرام اللي منورنا النهارده. وبرضو عايزين يعني ايه، لان يمكن ما جاتلناش فرصه لغايه دلوقتي ان احنا نتعرف قوي على تفاصيل بالزبط. الرياضه دي برضو عشان نعرف الناس، هي تاني هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، الفرق اللي بينها وبين غيرها من الرياضات الفنون القتاليه. هنقول ان رياضه الماي تاي هي ترجمه كلمه ماي تاي، هي ترجمتها عباره عنها ملاكمه، الملاكمه التايلانديه. اللي هي بتمارس ازاي؟ بتمارس بالايد وبالكوع وبالرجل وبالركبه. وتمارس على حلبه ملاكمه. اوكي. مساحتها 7 في 7، عبارة عن 3 جولات، بيرتدي فيها اللاعب كامل أدوات السلامة اللي هي واقي الرأس، واقي الأسنان، حامي كوع، قفاز ملاكمة، الشنكار، وبيأدي خلال الجولة 3 جولات في 3 دقايق، بيتخللهم دقيقة راحة، بيأدي تقنيات الماي تاي اللي هي عباره عن لكم باليد ولكم بالكوع وركل بالساق وركل بالركبه، وبيكون في هيئه تحكيم بتحكم
اللاعب اللي ضرباته اقوى ومؤثره اكتر بيقدر يحصل على عدد نقاط اكتر، وفي نهايه الجوله بيحصل على 10 نقاط والخسران بيحصل على 9 نقاط لمده 3 جولات. خلال الثلاث جولات بيحصل على جولتين من الثلاثه بيقدر يربح نتيجه المباراه، او حصل على الثلاث جولات بتكون كسب باجماع القضاء. وحضرتك بتتكلم احنا كمان شايفين في صور نازله على الصور، يعني ممكن تبقى دول معبره شويه دول بس دول لاعبينا المصريين اثناء اللكم والركل في بطوله العالم. دي اكرام وهي بتثبت لاعيبه ايران، دي زميلتها اعتقد دي نبيله، كل دول لاعبين المصريين البنات اللي قدروا يكسبوا الميداليات المتنوعه في بطوله العالم. وعددهم قد ايه يا فندم؟ يعني عندي 4 بنات، 2 ذهب و2 فضه، وولدين 2 برونز. حلو قوي حلو قوي. اولادي وبناتي. ايوه طبعا. هو يعني برضو حضرتك اكيد كنت ليك باك جراوند في الرياضات القتاليه المختلفه برضو. خلينا نعرف منك كابتن محمد. والله انا الحمد لله يعني الوالدة كانت حريصة ان احنا نلعب العاب دفاع عن النفس، فانا ابتديت رياضة وانا عندي 3 سنين في الكاراتيه. انا مش سامعة والله. 3 سنين ايه؟ وانا عندي 3 سنين والدتي ودتني العب كاراتيه. اوكي. واتنقلت ما بين العاب الدفاع عن النفس من رياضة لرياضة، حتى ان انا كنت لاعب محترف، بلعب محترفين في هولندا، والحمد لله لعبت احتراف باسم مصر موي تاي، وكسبت اكتر من ماتش احتراف، والحمد لله رفعت علم بلدي برضو الحمد لله. كان 2000 وكام كابتن محمد؟ انا اخر مباراه لعبتها كانت 2007. كانت في يعني بعد 3 سنين من دخولها مصر اللعبه دي في مصر. اوكي حلو جدا. اخر مباراه لعبتها كانت 2007 الحمد لله رب العالمين. طيب احنا قدامنا دقيقتين يا اكرام، هنختم معاكي عشان انت ما اتكلمتيش خالص النهارده، مش عارفه في ايه. تعالي اقعدي جنبنا بقى. لا خلينا نعرف يعني انت وصلتي لحاجه كويسه جدا، بس اكيد لسه عندك طموح اكبر انك تحققيه، فخلينا نسمع منك انت عايزه تعملي ايه عشان برضو الواحد يطمن على مستقبل هذه الرياضه بالاطفال بالابطال الموجودين حاليا. نفسي اشارك تاني في بطوله عالم، بس المره الجايه تبقى ان شاء الله اول. كنت عرفت يعني كده دلوقتي في اول مره اشارك في البطوله دي، كنت راح اعرف يعني عرفت الاجواء ولعبت فيها وعرفت دول كتير وعرفت بيلعبوا ازاي، فالمره الجايه هبقى مستعده لطريقه اللعب، واكيد طبعا الخطا اللي خلاني اجيب تاني اكيد طبعا مش هكرره تاني. برافو عليك. بنفسي قوي يبقى فيها ليها اولمبيات. ولو ليها لسه كنت عايزه اسال والله، هل ممكن يبقى فيها اصلا في يوم من الايام؟ لو فيها اولمبيات كان نفسي احقق فيها، يعني نفسي اطلع احقق باذن الله. ان شاء الله يا اكرام. في مستقبل لباريس 2022 ولا 2024 ولا 28 ان شاء الله؟ على 28. طيب نتمنى ذلك. نتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نلتقي على خير بقى، يبقى عندنا كمان فرصه نتكلم عن المزيد من النجاحات والبطولات ان شاء الله الفتره الجايه. بنشكركم. شكرا ليك يا اكرام. شكرا ليك كابتن محمد. سعيد جدا بوجودنا معاكم وسعداء جدا. مشاعر حضرتك الفياضه اللي باينه في عينيك والله حاجه جميله جدا، متشكر جدا وسعيد جدا بتواجدنا معاكم، والف الف شكر وتحيا مصر. تحيا مصر. خير الختام للجزء. هنروح فاصل هنرجع عشان الفقره الطبيه الاخيره هتكون منورنا دكتور دينا ابو السعود. فاصل ونرجع نكمل. الفقرة الأخيرة كده كل كام يوم بنحب نختمها بحاجة مفيدة جدا لحضراتكم، اللي هي الفقرة الطبية اللي كل مرة بيبقى معانا فيها ملف مختلف. النهاردة هنتكلم عن الفيتامينات لصحة الرجل والمرأة، عشان محدش يزعل بقى مرة نعمل فقرة للرجل بس نلاقي أسئلة طب فين المرأة والعكس صحيح. النهاردة للرجل والمرأة وفي نفس الوقت هنقارن كده شوية طبعا، لأن طبيعة حياة الرجالة غير الستات برضو، والظروف اللي بيمروا بيها والمقاومة والمناعة حاجات مختلفة طبعا بيولوجيا كتيرة جدا. مع دكتور دينا ابو السعود. يا صباح الهنا. يا صباح الخير يا حبيبه قلبي. نورينا والله. وفقره قلنا نجمع فيها بقى الفيتامينز الخاصه بالرجاله والستات، عشان يعني مش عايزين نعمل برضو ايه حد يزعل مننا. ماشي. نجمعها رغم زي ما كنت بقول لك اكيد طبعا السيدات بيبقى ليهم احتياج لفيتامينز مختلفه الى حد ما برضو عن الرجال، والعكس صحيح. بالنسبه لكمان السن بيفرق جدا. نبدا مع المراه. وفكره هنا ان انا كسيده انا عايزه من وانا عندي مثلا 15 سنه ابتدي او
انا عندي 15 سنه او بنتي عندها 15 سنه او واتيفر، ان انا احافظ على صحتي لغايه لما اكبر علشان اتفادى العجز البدري او المبكر والامراض اللي قدر الله ممكن تيجي بعد سن معين بحكم السن يعني، او هشاشه العظام او 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 الى اخره. ابدا من بدري واعمل ايه؟ طبعا ابدا من بدري وابدا من سن اصغر، يعني اصغر من 15 كمان. بقول بقول للامهات خلوا بالكم من طريقه اكل اطفالكم. يعني يمكن حاجه شفتها قبل كده مستفزه شويه بالنسبه لي، لما اخش اي محل بنت صغيره بتصرخ كتير مثلا، فمامتها تجيب لها كانديز قد كده فتسكت. الحاجات اللي بتربوا عليها في اكلهم وان هم اطفال هيترتب عليها حاجات كتيره جدا لما يكبروا. لو انا عودت طفلي على الاكل اللي كله سكريات والحاجات دي، لما يكبر هيبقى ممكن يحصل له مقاومه للانسولين، ممكن يحصل له مشاكل في عمليه التمثيل الغذائي سواء طفل او طفله. طيب لو هقول ان الفيتامينات والمعادن مهمه من سن بدري، يعني من سن 13 سنه مهم جدا، مهم جدا للبنات تبتدي تاخد فيتامين سي وتاخد فيتامين اي من سن 20 سنه، ده لازم. لان الكولاجين بينقص تدريجيا بعد سن 25 سنه، ولو انا ما تفادتش الموضوع ده ان فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين هعجز على طول. بتلاقي بنات يا نهاوند في العشرينات وشها مليان تجاعيد، دي حقيقه، دي وبشرتها صفرة متهالكه كده متهالكه. بقول لاي سيده او اي بنت ما تعتمديش ان انا شكلي حلو وهستنى. احنا عندنا مشكله كمصريات لازم نستنى المشكله وبعدين نبتدي نحلها. لا انا زي القمر، انا مش محتاجه اي كلام. ايوه لا مفيش حاجه اسمها مش محتاجه، حاجه اسمها كده مفيش. البشره محتاجه ترطيب، محتاجه فيتامين سي، محتاجه فيتامين اي، محتاجه انتي اوكسيدنتس. الستات محتاجين حديد، محتاجين كالسيوم، محتاجين فيتامين بي، فلا مجال يعني لازم فيتامينات من سن صغير. حلو جدا. تعالي ننقل شويه للرجال برضه عشان نعمل بالانس في الحلقه. ايه الفيتامينز تحديدا اللي الرجال بيبقوا محتاجينها وفقا لطبيعه جسمهم وبرضه الاعمال منهم بيعمل اعمال شاقه مثلا تعتمد على القوه الجسديه، ودي اعمال كتيره منها يعني، فنبدا من هنا. الرجال محتاجين فيتامينات تعلي مناعتهم وتعلي نشاطهم. ايه الفيتامينات اللي بتقدر تعلي المناعه؟ فيتامين سي وفيتامين سي وزنك، دول اللي بيعلوا المناعه جدا. والنشاط محتاج فيتامين ب، عائله فيتامين ب كامله، بي كومبلكس. بي كومبلكس طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يا ريت نصور شكل علبه الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، لاننا ما عندناش بدايل اطلاقا، لا بالاغلى ولا بالارخص. طبعا القرص الواحد احنا شايفين القرص الاخضر بينزل فيه 13 فيتامين ومعدن، مهمين جدا لكل السيدات وكل الرجال من جميع الاعمار. طبعا زنك، فيتامين سي، فيتامين اي، عندي كالسيوم. ستات مهم جدا جدا الكالسيوم ليهم، هم اكيد عارفين. عندي الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا للست الحامل، ومهم جدا الفوليك اسيد لاي حد هيعمل عمليات سمنه مفرطه. هو الكالسيوم لو رجعنا له بس هنا اتكلمنا باستفاضه شويه، في سيدات يعني الكالسيوم ايه مصادره غير مثلا الموز؟ لان في ناس ما بتحبش اكلات غريبه جدا. حد يقول لك ما بحبش السي فود مثلا، حد يقول لك ما بحبش الموز، في حد بيكره الموز في العالم؟ انا مش بحبه قوي. طب اتفضلي. يعني المصادر الحلوه اللي بنجيب منها الفيتامينز بشكل سلس كده ما بنحبهاش. الكالسيوم موجود مينلي في المشتقات الالبانيه. لا مش في الموز، لا بوتاسيوم اللي في الموز. بوتاسيوم اللي في الموز. معلش. البوتاسيوم مهم جدا. باي ذا واي يعني. طيب الكالسيوم موجود في الالبان، وموجود في البيض، وموجود في المكسرات، موجود في السمسم، بيتخن شويه السمسم، موجود في السمسم. جت على السمسم. لكن اكيد بيبقى صعب ان انا اكل الحاجات دي او اللبن والكلام ده. ممكن انسى، ولازم الجسم محتاج كل يوم 1000 ملي جرام البالغين من الكالسيوم. الحامل محتاجه 1200، كبار السن قوي محتاجين 1200، لازم ادعم بالكالسيوم. الحلو في قلب مالتي فيت ان انا عندي 70 ملي جرام، عشان انا بقول ان قلب مالتي فيت بيتاخد يوميا، انا مش محتاجه ان انا اوقفه. يقول لك طب ايه ده، طب مش محتاجين نوقفه، طب في كالسيوم، طب ازاي، طب الكالسيوم يعلى، خطر الكالسيوم يعلى. أيوه. اكيد قلب مالتي فيت لا يمكن
هيعلى معاهم نسبة الكالسيوم، لأن أنا عندي 70. بالعكس أنا أدعم برضو بالمكسرات وباللبن ومشتقات الجبن. حلوة. ممكن بقى السؤال ده يبقى للرجال والسيدات، حد مثلا كبر في السن، هنقول أنا بعتبر أن الناس لغاية 75 والله صغيرين بيبقى سن برضو، لو واحد فوق 70 أو واحدة وابتدى يقول لك خلينا فوق 65، لما ابتدى يقول لك طب أنا دلوقتي لو عايز أبدأ مؤخرا يعني وابتديت متاخر جدا ان انا اهتم بصحتي، حد يعني الباك جراوند بتاعه ما فيش اي اهتمام بالصحه وفي ناس كده على فكره كتير، هل 65 يبدا هيفرق معاه الب مالتي فيت بمنتهى الصراحه، ولا التاثير عشان كبر السن ممكن ما يبقاش نفس التاثير على شاب مثلا صغير؟ طبعا هيأثر معاهم جدا بالايجاب، يعني لازم يستخدموا الب مالتي فيت وكبار السن. وعايزه اقول لك لما قلت لي 75 سنه لسه صغير، ده على فكره لو انا مهتميه بنفسي من وانا صغيره هوصل لل 75 ده فعلا، وهلاقي نفسي عندي نشاط، وده انا بشوفه صح. في النادي حد عنده 75 سنه بيفضل رايح يعوم رايح جاي ساعتين احنا ما نعرفش، ولاقي حد عنده 30 سنه ايوه بينهج احنا فهو غير مدخن، دي رقم واحد، لان انا قعدت بقى ايه عايزه اعرف ايه النشاط ده، عملت انترفيو معاه بقى ايوه عملت انترفيو وحياه ربنا غير مدخن، بيفطر السلطه والحاجات والنشويات بياخدها بقليل، ووقف السكر. يعني والله انا وقفت السكر ما حصلش اي فرق، السكريات قال لا ازاي بجد؟ ازاي لا السكريات لما تقل بالعكس، يقولك ايه السكر بيديني طاقه، بيدي طاقه وقتيه، لكن لو انا بيجوع بسرعه كمان بيجوع بسرعه بالظبط. طبعا البيوتين اللي شفناه دلوقتي على الشاشه برضو من احد مشتقات الب مالتي فيت، البيوتين رائع للتمثيل الغذائي ولترطيب البشره ولعدم تساقط الشعر، مهم جدا. الزنك معاه الزنك معاه نحاس اوكي، ده مهم جدا. الاثنين فيه فيتامينات، يعني هود فيتامينات بتشغل بعض طبعا، زي كالسيوم فيتامين د، زي الزنك والنحاس. طبعا مكتوب صحتك في الفيتامين زي الب مالتي فيت مفيش ليه بديل اوكي خالص. ممكن مثلا يخش الصيدليه فمش موجود مثلا في الصيدليه دي، فيطلعوا لهم حاجه تانية، حاجه مالتي فيت، ما هي مالتي فيت دي يعني مالتي فيتامين. ركزوا في الاسم وركزوا في الشكل. طيب منافذ البيع بتاعتنا ايه؟ طبعا الصوره اللي انا شايفاها دلوقتي على الشاشه دي خاصه بالساده الصيادله، الدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا الب مالتي فيت، بقول لهم ان احنا موجودين في شركه التوزيع، الشركه المصريه للمتحده، والكود مكتوب عندي، ده كود للصيادله. يبقى احنا موجودين في الصيدليات، موجودين اونلاين، عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، الشركه المنتجه الالبا مالتي فيت، وعندنا الاونلاين بنوصل لحد باب البيت، وليكم حريه الاختيار تقدروا تشتروا الالبا مالتي فيت من اي مصدر من اللي انا قلته. عظيم جدا. طيب لو ابتديت اتكلم معاكي برده شويه علشان الناس يبقى عندها ايمج او يعني الرؤيه واضحه شويه، حد ممكن يقول لك طب انا ايه اللي يميز لي الب مالتي فيت عن اي مكمل غذائي تاني؟ يعني لما اجي اتكلم ايه الادفانتجز او ايه يعني ليه الب مالتي فيت بمعنى اصح؟ مميزاته كتيره جدا جدا. اولا الاعلى في تركيز الزنك، ما اعتقدش اطلاقا في منتج موجود من المكملات الغذائيه فيها 23.9 يعني 24 ملي جرام، ده اعلى تركيز في الزنك. ومعاه كليت اللي انا قلت اللي بيشغله معاه نحاس، النحاس انتي ايجينج، مضاد للشيخوخه. ده رجال وسيدات هنا بقى طبعاً. يخدم الاثنين طبعا هيخدم الاثنين. عندي الب مالتي فيت داعم جدا كمضاد اكسده، احنا يوميا بنتعرض للاكسده، جسمي بيتعرض للاكسده، بشرتي بتتعرض للاكسده، شعري بيتعرض للاكسده، فلازم استخدم انتي اوكسيدنت. الب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه كضد اكسده، الاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي. ثالث حاجه داعم جدا للمناعه، يمكن الناس ما كانتش مركزه في المناعه غير لما جه الفيروس صحيح، بقت دي يعني ايه بدانا نركز في المناعه، بس انا عايزه اقول ان في حاجات تانية كتير غير كورونا، ان احنا لازم نعلي مناعتنا. سمعنا عن الفطر الاسود، الفطر الاسود بيصيب مين؟ اللي مناعته قليله بيتمكن منه،
وطلع جدري مش عارفه ايه، فلازم طول الوقت حاجه اسمها الخنازير ولا حاجه، حاجات بقى الفونزا الخنازير ومش عارفه ايه، وده زمان. لا في حاجه قريبه كانت جدري القرود مش خنازير، احنا عمالين حيوانات بتتغير. فلازم طول الوقت ان احنا نخلي جسمنا حيطه سد لاي جسم خريبي يدخل، اعرف اعزز الخلايا المناعه بتاعتي، وده بقلب مالتي فيت، لان اقوى فيتامينز للمناعه فيتامين سي مع زنك. عظيم جدا. تعالي نروح للاسئله بقى، لان اكتر حاجه برضو بحبها هي فقره الاسئله او الحته دي. نروح لمهاب احمد بيقول صباح الخير، كنت عاوز اعرف هل نقص الفيتامينات في الجسم ممكن تسبب مشاكل في النوم وخاصه الارق؟ طبعا اكيد. بيبقى احيانا من بعض اعراض نقص الفيتامينات في الجسم الارق وعدم النوم. اوكي. الفا مالتي فيت هيساعد جدا في القصه دي. ده على فكره دي حاجه، الانسومنيا دي عند نص الشعب. على فكره بقى خلينا برضو اسالك سؤال بمناسبه السؤال ده. في ناس كتيره، وده اللي انا اكتشفته مؤخرا، بتنام يوميا بمنوم لموضوع الارق ده، وده خطير جدا حسب معلوماتي طبعا، وتاكدي لي ده خطير جدا وبيلعب في الاعصاب، وحاجه على اللونج تيرم بشعه، خصوصا لما يبقى سنك 30 32 اللي هو السن يعني اللي احنا لسه صغيرين طبعا. طيب ايه بقى؟ لا خطر، خطر جدا ان انا اخد منومات من غير استشاره الدكتور بتاعي. وما لا يمكن الدكتور هيوصفه كل يوم على طول يعني. بالظبط. يبقى على طول بقول ادويه الاكتئاب ما بتتاخدش مع نفسي، ادواء المنومات ما بتتاخدش مع نفسي، لازم الطبيب المختص. لان كمان لما بتيجي توقفي لازم بتوقفي تدريجيا، لو وقفتي مره واحده هيحصل مشاكل كبيره جدا. فبليز. وديبريشن اصلا. ديبريشن بيؤدي الى لا قدر الله. طبعا. فلو سمحتوا ما حدش ياخد منومات وادويه انتي ديبريسنت غير مع الطبيب المختص. وبدل أكيد. فكره معالجه الارق بمنومات، في كذا حاجه، في فيتامينز فعلا ممكن تساعدك على ان انت تنام اهدى او نجرب الاول بالفيتامينات. بالظبط بالظبط، ما نلجاش لاسوء الحلول كده على طول. نجرب حاجه الأول بالفيتامينات. صحتنا والله مش هتتعوض، والله بجد الواحد مش طالع بيقول كده بيحاول، والله الصحه ما هتتعوض. دلوقتي احنا بنستسهل، بس لما نكبر هنقول يا ريتنا ما عملنا. صح. يعني صح. هاجر سليم بتقول صباح الخير، كنت عاوزه اسال دكتور دينا، هل الب مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشره زي الحبوب واثارها والهالات السوداء؟ الب مالتي فيت هيحسن البشره وكفاءه البشره وجوده البشره جدا. فيتامين بي مهم، الكوبالامين اللي بينتج لي كرات الدم الحمراء، فيتامين سي اللي بيعزز امتصاص الحديد وبيعزز انتاج الكولاجين من اول وجديد، الزنك مهم جدا للبشره، فالب مالتي فيت داعم جدا لجمال المراه. كويس. طيب بالنسبه لل يعني انا دلوقتي لو باخد الب مالتي فيت والتخزين بتاعه ازاي؟ انا مسافر مثلا، بسيب شنطتي في العربيه، بيحصل درجه حراره عاليه، هل الكابسولز هي تابلتس ولا كابسولز بالمناسبه؟ تابلتس. التابلتس ممكن تبوظ الصلاحيه يعني برضو عشان الناس تبقى عارفه. لا هو التخزين ما ينفعش احطه في الشمس. اوكي خالص. دي نقطه كويسه خالص، فدي كويس ان برضو سالتيني، لان اكيد خطر جدا يعني انه يتحط في الشمس. ما تسيبش بقى الدواء مش سوري. بس مالتي فيت او اي دواء او اي مكمل غذائي ما يتسابش في كريمات بشرة، الحاجات دي كلها بتتأكسد. كويس. فدرجة الحرارة مش هنحطه في التلاجة، فدرجة الحرارة اللوم تمبرتشر اللي هي اللوم تمبرتشر العادية. كويس. حتى بتلاقي مثلا الأوميجا بتلاقي العلبة بتاعته غامقة، ممنوع خالص يتعرض للشمس لأنه بيتأكسد. كويس. فأي دواء عندي، أي مكمل غذائي، أي كريمات تبقى في على درجة الحرارة العادية، غير الأدوية اللي بيبقى فيه أدوية محتاجة تلاجة أكيد يعني. لكن احنا بنتكلم على ده تحديدا. لا بالظبط. لأن تلاقي ناس كتير بترمي الأدوية، تلاقي كده اللي هو التابلو فيه 100 حاجة، بستغرب برضو اللي هو إزاي يا جماعة كده، خطر جدا. لا وبيصحوا وياخدوه برضو في التابلو العربية يعني، لو حصل مثلا توقيت عايز تاخده في وقت معين يبقى واحدة بس تابلت واحدة في الشنطة معايا وخلاص. صح. في أي وقت أنا حابب إن صحيح، هي الجرعه المناسبه هي قرص واحد، هو بس قرص بالظبط، فالموضوع هيبقى سهل عليهم جدا. طيب خلينا برضو نروح للحاجات اللي ممكن يبقى بتيجي في اذهان البعض. ممكن شخص يقول لك طيب انا دلوقتي لو خدت مثلا الب مالتي فيت لم اشعر باي نتيجه ايجابيه، ده يبقى راجع لان انا عندي مشكله مثلا مزمنه او مرض مزمن، ولا ان المفعول بتاع الفيتامينز مش راكب مع جسمي؟ ممكن حد يقول لك كده؟ الب مالتي فيت اللي انا شفته من الساده العملاء يعني ريفيو هايل بصراحه، الحق يقال رائع. بقول مثلا لو بتكلم على الخمول مثلا والكسل ولسه فيه، يبقى انا كده وقتها عندي مرض مزمن، عندي ممكن بقى اروح للدكتور يشوف وظائف الكلى، يشوف وظائف الكبد، يشوف القلب.
لو شعري برضو باخده وشعري لسه بيقع اشوف المناعه عندي، لو عندي لا قدر الله خلل في المناعه عمل لي الوبيشيا، لو عندي مشاكل في الغده الدرقيه. انا على طول بقول الب مالتي فيت داعم للصحه ومش علاج لمرض. لو انا اخذت الب مالتي فيت شعري لسه بيقع يبقى لازم اشوف مستوى الحديد، لازم اشوف المناعه عندي، ولازم اشوف الغده الدرقيه والكلى. كلى مهم، كلى جودتها مهمه جدا عشان البروتين ما يقعش مني كويس. لان الشعر محتاج بروتين. هي دي الفكره. انا بقول الب مالتي فيت ما دام ما عنديش مرض مزمن هو بنزين للصحه العامه يعني. كويس. كان في حد برضو بيسال عن فكره هنا تحسين النظر، هل في اي مكملات يعني مكونات في الب مالتي فيت ممكن ان هي تحسن من النظر؟ طبعا فيتامين بي كومبلكس اكيد. برضو بي كومبلكس اوكي. طبعا لان بي كومبلكس هو انا بسميه الاكل بتاع الاعصاب، فبيحسن جدا عصب العين، فبيحسن من جودة العين وجودة الرؤية. ما دام ما عنديش يعني في حاجات تانية طبعا لازم اكيد لازم بروح لدكتور عيون لو عندي جلوكوما، لو عندي سكر، لو عندي وات ايفر، لكن الب مالتي فيت هو داعم لاعصاب العين فبيحسن جودة العين جدا. طيب في ناس بتعاني برضو، دي اسئله من الحاجات اللي انا كنت بقراها على الصفحه عندنا، من اللي هي الايدين بتبقى بتعرق كتير خصوصا في السن الصغير. الناس بقى اللي هي دي الصغيره او حتى اعمار عاديه، ايه المشكله وايه الفيتامين اللي بيعالج ده؟ ممكن فيتامين بي برضو، لان فيتامين بي بيحسن لي التمثيل الغذائي وهو اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم. بس ليه في الايد تحديدا بتبقى ده؟ في ناس بتمشي بمناديل وبتبقى على طول. بتبقى طبيعه جسم. طبيعه جسم. أوكي. ممكن يكون طبيعه جسم بيشربوا ميه كتير وات ايفر. لكن لو هتكلم على رائحه العرق، مش بتكلم بقى على الايد، لو رائحه عرق كريهه الجسم كاتم سموم، فنقدر نستخدم الب مالتي فيت لانه داعم جدا لعمليه التمثيل الغذائي. طيب بما ان احنا بنتكلم على كل لسه كلامنا في الراس فنتكلم على الاسنان. طيب الاسنان، الاسنان اولا مهم قوي ان احنا نعتني بنظافه اسناننا، بنغسل اسناننا الصبح وبالليل وبين الوجبات. الدنتل فلوس مهمه جدا، اللي هي مش عندنا ثقافتها مش توسبيك، دنتل فلوس اللي هي بتاعه دي الخيط عشان نشيل اي بقايا اكل، ده مهم دي تتعمل مره في اليوم. ده لازم لازم عشان نشيل بقايا الاكل ونحافظ على اللثه بتاعتنا. لو عندي نقص في الفيتامينز مثلا وده بيؤدي الى دم في اللثه ممكن يبقى فيتامين سي. الكالسيوم مهم جدا لصحه عظمي، فبالتالي الكالسيوم مهم لصحه سناني، مع فيتامين د مهم لصحه سناني، مع نقلل السكريات لان السكريات هتسوس لي سناني. اوكي. فكل هي سلسله حاجة. ودايره. ايوه يعني كله بيكمل بعضه. كله بيكمل بعض. طيب هروح معاكي ودلوقتي هنروح ننتقل للرجل شويه. معظم مش كله طبعا، معظم الرجال بيعانوا من فكره لو في سمنه بيبقى تحديدا في منطقه البطن في الكرش يعني. فممكن حد لسه بيفكر يعمل عمليه او ما يعملهاش، بيعمل دايت ويرجع ياكل، يعني اللي هي السلسله اللي بتكرر بشكل مستمر دي للناس اللي هي ارادتها ضعيفه شويه. ازاي ممكن الب مالتي فيت للحالات اللي زي كده تساعد الى حد ما في فكره هنا تحسين الصحه بقى، لان هو اوريدي البني ادم ده بيبقى صحته مش كويسه. بصي دهون البطن دي خطر جدا جدا، لان البطن شايله الكبد والمعده، فدهون البطن بيبقى يعني بعد كده ليتر اون دهون على الكبد، يعني دهون لو هنا وهنا مش خاطر قد البطن. لا وكمان لو كرش كبير حسب بقى مش خاطر قد البطن. النفس ممكن يبقى فيه مشكله كان بجد. الب مالتي فيت بيدعم التمثيل الغذائي، هو محتاج يتحرك، ممكن يكون تقيل على الحركه، فخد الب مالتي فيت هتلاقي نفسك بتتحرك، هتلاقي سرعه الحرق عندك اعلى. طبعا هيبقى رائع لانه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس، فهيبقى داعم جدا وبيحسن المود برضو، فممكن الواحد لما موده يبقى حلو بيدي موتيف. او طبعا طبعا وارجع اقول القرص هو قرص واحد ما نكترش عن كده. ما كويس تعالى ناخد منه اثنين ثلاثة، لا اوعى نعمل كده عشان طبعا الاكسيد من فيتامينز كتيرة او بنسب كبيرة الجسم مش محتاجة بتهيأليش يعني تبقى افضل شيء. نورتينا كالعادة حبيبتي. والفكرة انتهت لكن اكيد لسه الملفات ما انتهتش واسئلة المشاهدين ما انتهتش على مدار ان شاء الله الاسابيع والحلقات الجاية ان شاء الله نغطي. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، وبانتهاء هذه الفقرة بتنتهي الحلقة. نشوفكم بكرة ان شاء الله وعلى حلقة جديدة وعشرة الصبح في الاهلي.